مرحبا، معكم لعنة زايلة، اختصاصية التغذية والصحة العامة. اليوم موضوعنا عن التغذية خلال فترة رمضان للحفاظ على الوزن والصحة. لنتفادى زيادة الوزن خلال فترة رمضان، لازم نبلش الإفطار بكوب أو كوبين من المي وثلاث تمرات. المي بيساعد من تخفيف الشعور بالجوع، والمي كمان بيساعد على ترطيب الجسم. لازم نتأكد للحصول على 2-3 لترز بخلال فترة الإفطار والسحور. التمر غني بالألياف وبالمعادن، المعادن اللي بحاجة لها جسمنا لأنه قعد وقت أو فترة طويلة بلا أكل، اللي هن المغنيسيوم والبوتاسيوم، عدا أنه التمر بيساعد يهيئ جسمنا للهضم. وقت نبلش ناكل، مستحسن أنه نركز على المأكولات الغنية بالنشويات المركبة أو الكومبلكس كاربوهيدرات. ليه؟ لأنه بتعطينا طاقة ببطء، اللي هي نحن بحاجة لها خلال فترة الصوم الطويل. مأكولات or examples would be شوربة العدس، الرز البسمتي، والخبز المصنوع من القمح الكامل. لازم نركز على البروتين بوجبة الإفطار. البروتين عنصر أساسي للحفاظ على العضل، عدا أنه بخلينا نحس بالشبع لوقت طويل. لازم كمان نحد من المأكولات المقلية اللي بتلبك الهضم وتحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية. بالإضافة للبروتينز، لازم نركز على الخضروات لأنها غنية بالألياف ونحن جسمنا بحاجة لها. أول شيء لأنه بيحسسنا بالشبع أكيد، تاني شيء لأنه بيساعد عملية الهضم. أكيد هلأ ناطرين أحكي عن الحلويات. بيستحسن أنه نتفادى الحلويات العربية اللي هي غنية بالقطر والسكر، ونركز أكتر على الأساس السيمبل مثل الرز بحليب، المغلي، الكاسترد، الجلو. والأحسن من هيك هو الفاكهة أكيد، أو الفواكه الفريش أو الطازج. وجبة السحور لازم تكون وجبة كاملة وما لازم نقفيها، لازم تكون مكونة من ثلاث أساس: النشويات المركبة اللي ذكرناها قبل، البروتينز مثل اللبنة أو الجبنة أو البيض أو الحبوب كمان، والدهون الجيدة أو الجود فات مثل الأفوكا، الزيتون، زيوت النية والقلوبات النية. أهم شيء لنتفادى الحرقة وعسر الهضم، لازم نتناول الأكل ببطء. لازم كمان ما ننسى خفف استعمال الملح اللي بخلينا نحس بالعطش. وما تنسوا تتابعونا على هاربرز بازار العربية لمواضيع جديدة.